سلام، يعطيك العافية. نشرح اليوم تجربة رقم 3، Ionic Strength and Solubility. بهاي التجربة بدك انت تشوف السوليوبيليتي للكالسيوم سلفيت، شو بتتأثر باستخدام سولت افكت عليها. يعني عندك هاي قدامك زي ما انت شايف هون 9 جناني، هاي 9 جناني كلها فيها كالسيوم سلفيت ساتوريتد سوليوشن، مشبع واصل للتوب في السوليوبيليتي. يعني كل جنينه شو بتفرق عن الثانيه؟ كميه الان اي سي ال. مثلا هاي الجنينه الاولى 0.01 مولر ان اي سي ال، هون فيها كمان 0.02 مولر ان اي سي ال، 0.03 مولر ان اي سي ال، 0.04، 0.05، 0.1، 0.2، 0.3، 0.5 مولر ان اي سي ال. يعني انت بالتسع جناني عندك ساتوريتد سوليوشن من كالسيوم سلفيت وديفرنت كونسنتريشنز من ان اي سي ال فيها. بدك تشوف شو العلاقه بين السوليوبيليتي للكالسيوم سلفيت مع تركيز الان اي سي ال. هل كل ما اتجهنا بهذا الاتجاه هيك من هون لهون انه كل ما بيزيد يعني تركيز الان اي سي ال بتزيد السوليوبيليتي للكالسيوم سلفيت ولا بتقل؟ ففي هناك ترند لازم يكون، مش انه مره بتزيد ومره بتقل. فانت بدك تعرف السوليوبيليتي بتزيد الكالسيوم سلفيت بزياده تركيز الان اي سي ال ولا بتقل. كيف بدي اعرف هاي النقطه؟ بدي اعمل تايتريشن. تايتريشن لمين؟ للكالسيوم سلفيت باستخدام ايش؟ الايديتا. فانت بدك تعمل تايتريشن للكالسيوم سلفيت، تسحب 10 مل من كل جنينه وتضيف عليهم 10 مل بفر ونقطتين انديكيتر وتعمل لهم تايتريشن باستخدام الايديتا وتشوف الحجم اللي يستهلك في الايديتا. يعني انت راح تلاحظ انه كلما زاد تركيز ان اي سي ال بيزيد حجم الايديتا اللي بستهلكه لاوصل للاند بوينت. هذا الحكي شو بيعني؟ انه انت بتعمل تايتريشن الكالسيوم سلفيت بالايديتا، انه الايديتا بتتفاعل مع الكالسيوم سلفيت، وبالتالي كل ما بيزيد الحجم معناه انه بنستهلك كميه اكثر من الايديتا عشان نوصل الاند بوينت مع الكالسيوم سلفيت. وبالتالي شو بيعني هذا الحكي؟ انه السوليوبيليتي الكالسيوم سلفيت راح تكون تزيد كل ما بيزيد تركيز الان اي سي ال. فانت بهذا الترند لما تتجه هيك، اعلى جنينه فيها ان اي سي ال اللي هي 0.5 مولر، اعلى جنينه هذه راح يستهلك فيها حوالي بين 30 ل 35 مل ايديتا، وهذا بدل على انه يعني السوليوبيليتي زادت للكالسيوم سلفيت. فهي تجربتك باختصار عمليه تايتريشن بين الايديتا والكالسيوم سلفيت. قبل ما تعمل تايتريشن باستخدام الايديتا لازم نكون عاملين ستاندرايزيشن للايديتا. الستاندرايزيشن بيتم للايديتا باستخدام الزنك سلفيت. الزنك سلفيت زي ما هو كاتب لك بالبروسيجر هو اللي بستخدمه كبرايمر ستاندرد وبعمل فيه ستاندرايزيشن للايديتا. فهذه اول خطوه بدك تسويها بالشغل العملي، انه انت بدك تجيب زنك سلفيت توزنه مكتوب لك بالبروسيجر 0.06 وتدوبه وتحط عليه 10 مل بفر وتحط عليه اي كميه مي مش مشكله وبتتاكد انه دابه كويس. بعد هيك تعمل فيهم ستاندرايزيشن للايديتا. الان هون هاي النقطة المهمة كمان، انه انت لما توصل للاند بوينت بده يكون لونه لايت بلو، يعني لون ازرق فاتح. هذا اللون اللي بتوصل له لا تكبهم هدول تاعون الستاندرايزيشن، بتخليهم عشان تقيس فيهم اللون اللي بدك تشتغل فيهم للتسع جناني هدول. فيعني لون الاند بوينت في الستاندرايزيشن نفسه لون الاند بوينت في التايتريشن للكالسيوم سلفيت باي ايديتا. فبتخلي تاع الستاندرايزيشن موجود كريفرنس نشوفه انه هذا اللون فيري كلوز له ولا لا، بده حجم كمان او انك تعديته ولا لا، لانه الايروكروم بلاك تي باستخدامه كانديكيتر له لون معين في الاسيتيك وله لون معين في البيسك، ويعني مش انه سهل زي الفينونفتالين يا بكون كلرلس يا بكون بينك. فبدك تنتبه لما توصل للاند بوينت. الان اذا ايش اول خطوه تسويها؟ بدك تعمل ستاندرايزيشن للايديتا باي كالسيوم سلفيت. زي ما هو كاتب لك بالبروسيجر بدك توزن 0.06 جرام زنك سلفيت، هينا وزناهم وبتحطهم بارنامير فلاسك نضيف. وهي اهم خطوه انك تضمن انه كل الزنك سلفيت عندك هو اللي وزنته نزل في الايرنامير فلاسك. بتغسل الوينج بوت على الايرنامير فلاسك. هاي زي ما انتم شايفين هون غسلته عشان اضمن انه كل الزنك سلفيت انه كلهم 0.06 مش 0.6 0.06
جرام من الزنك صلفيت، وباجي بحط عليهم 10 من البفر. هاي البفر طبعا شغلك بده يكون جوا الهود ويكون الهود شغال، بس انا هون مش مشغل الهود عشان يطلع الصوت وتكون الامور عندكم واضحه ومسموعه. هاي هون البفر منديره بيكر، وبعدين بنستعمل سلندر من البيكر بندير على السلندر 10 مل. زاد وقالوا نتفي مش مشكله، لانه البفر عباره عن بحافظ عن البي اتش فقط، ما بغير ولا بيعمل اي تاثير في الستاندرايزيشن او بالتايتريشن. الان هيهم دابوا كويسة وكلهم 0.06 فبدوبوا بسرعه. الان شو بدك تكون انت حضرت هاي القصه اللي هون، زميلك بده يكون حضر البيوريت غسلها ونظفها وعمل لها رنس بايديتا وعباها ايديتا، وبتحط نقطتين بس مش اكتر من الايروكروم بلاك تي انديكيتر. بدك تنتبه انه هذا الانديكيتر بغلب مرات في اللون، فعشان هيك بدك ما تزيدهم مش عن نقطتين. وهلا بدك تشوف كيف اللون بده يتغير. هاي هون واحدة تنتين، شوف اللون هون تقريبا على زهري. هلا بدي اقلب لايت بلو، بتكون عارف ما بدك تبلش بالإيديتا ومجهز البيوريت زي ما حكيت لك، زميلك مجهز لك اياهم بيساعدك. الان بتبلش اضافة للإيديتا على الزنك سلفيت زي ما انت شايف هون. بدك تعرف من وين بدك تبلش اهم اشي. طبعا راح تستهلك اذا وزنت 0.06 اذا وزنت 0.06 جرام من الايديتا راح تستهلك حوالي 20 مل من ال... اذا وزنت 0.06 جرام من الزنك سلفيت اسف، راح تستهلك حوالي 20 مل من الايديتا عشان تصل الاند بوينت. الان لاحظ هاي اللون كيف صار ات اند بوينت، ازرق خفيف على الاخر. هذا اللون هو اللي بدي اخليه ما اكبهم واعتمده كاند بوينت لباقي المحاليل العشرة اللي بدي اشتغل فيهم. هلا بتبلش شغلك في التسع جناني هدول اللي فيهم حكينا كالسيوم سلفيت ساتوريتد سوليوشن وذ ديفرنت كونسنتريشنز اوف ان اي سي ال. بتبلشوا باقل وحده اللي هي رقم واحد هون 0.01 NaCl. لما بدك تبلش تسحب بدك تنتبه انك تسحب بايبت، هاي البايبت تكون نظيفه ومناشفه، فبدك بعد ما تغسلها بديستلد ووتر تنشفها باسيتون. بده يكون عندك الاسيتون جاهز هون، بده يكون جاهز عندك كمان ايرنامير فلاسك اللي لما تسحب ال 10 مل تحطهم فيه على طول، تروح على الهود ويكون الهود شغال بعده، تحط عليهم 10 مل بفر ونقطتين انديكيتر وتعملهم تايتريشن بالايديتا اللي معلقه وموجوده في البيوريت زي ما عملنا قبل شوي للستاندرايزيشن. هاي البيو بايبت كيف تنظفها؟ هون باستخدام الاسيتون. بتيجي بتجيب الاسيتون وبتدير من هون شوي هيك على البيكر من برا ومن جوا، وبتركب بعد هيك عليها البايبت فيلر. بتكون مجهز الايرنامير فلاسك وغاسله بديستل، مش مهم يكون ناشف، المهم البايب تكون ناشفه عشان ما بدنا يصير اي امبيوريتيز تدخل جوا هاي الجناني وما يصير اي تغيير في السوليوبيليتي. هاي الجناني اذا ملاحظ فيها ماده مترسبه، هاي الماده المترسبه راح تشوفها لما تبلش تشتغل، هي الكالسيوم سلفيت بس محطوطه هاي كماده بحيث انه اي شيء بنقص من اللي دايب برجع بدوب من اللي مترسب، اي اشي بزيد برجع بترسب، فعشان هيك عملناهم احنا ساتشوريتد عشان نعرف نحسب كمان كي اس بي للكالسيوم سلفيت. يعني بتيجي بتسحب 10 مل هدول من هون، هاي الجناني ما بحركها، اوعك تحرك القنيه، بتضلها مكانها القنينه وتحط الغطا هيك على ظهره، بتدخل هذه هون وبتسحب 10 مل. لما تدخلها هون لا تنزلها للبوتوم لعند الراسب، الجناني ملاني هي واصله هون لحد الملان، فانت بتسحب من هون على مهلك 10 مل.
بعد ما تسحبهم بتحطهم بالإرنمير فلاسك وبتروح بتعمل تايتريشن في الهود. هاي سحبنا هيك 10 مل من الموجودات في الجناني أول وحدة، بعد هيك بتحط عليهم 10 مل بفر تقريبا، بتحط عليهم لقطتين انديكيتر من إيروكروم بلاك تي نفسه، وبتبلش تعمل تايتريشن باستخدام الإيديتا ليظهر اللون زي اللون اللي هون. فأنت هيك هاي شايف الفرق بين الألوان، هذا كلرلس وهذا لونه أزرق فاتح. لازم هذا لما تعمله تايتريشن يصل إند بوينت يكون لونه زي هذا أو فيري كلوز إله. طبعا بتشتغل لكل هاي الجناني حسب عدد الطلاب في الجروب. اذا كنتوا ثلاث مثلا كل واحد بده يشتغل ثلاث تايتريشن، يعني يبلش بثلاث جناني، تتفقوا بين بعض من كل واحد ياخذ اني ثلاث جناني. كنتوا اثنين كل واحد بيشتغل اربعه، مش ضروري التاسعه بتكون تعملها، حسب عدد الطلاب. لكن اهم اشي انك تكون انت عامل قبل هيك ستاندرايزيشن للايديتا باي زنك سلفيت. واهم نقطة كمان لما تخلص شغلك، بداية شغلك، بنص شغلك، المهم انك ايش تاخذ درجة الحرارة لواحد من هاي الجناني، لانه حسب الشرح اللي شرحناه بالنظري انه عند درجة الحرارة هاي بدك تعرف قديش قيمة الكونستانت A وتعوضه في العلاقة اللي بدك تشتغل عليها. فانت لازم تكون كمان تغسله وتنشفه باسيتون على البيكر هون زي ما عملنا للبايبت، وتحطه بوحدة من هاي الجناني وتقيس درجة الحرارة إلها. فانت هيك بتكون عرفت شو تأثير الـ NaCl على السولوبيليتي للكالسيوم سلفيت باستخدام او عن طريق التايتريشن للكالسيوم سلفيت باي إيديتا. يعطيكم العافية.